رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حفل تخريج الفوج الخامس لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين الذي أقيم بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بمقر جامعة البحرين في الصخير. في تصريح لسموه بهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة عن سعادته لما وصلت إليه بوليتكنيك البحرين من مكانة مرموقة في مجال التعليم الفني والتطبيقي بما يسهم في تحقيق أهداف مبادرات مشروع تطوير التعليم والتدريب بما يتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مملكة البحرين 2030 حيث استطاعت الكلية خلال 10 سنوات من تطوير منظومة تعمل على ربط برامجها التعليمية باحتياجات سوق العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وقد أسهم ذلك في تكوين رأس المال البشري الذي يشكل رافدا لسوق العمل بمتطلباته من القدرات والمهارات العلمية والعملية والمنافسة في مجال ريادة الأعمال، وهو أمر تؤكده الإحصاءات الأخيرة حيث حصل 86% من الخريجين على عمل في إطار تخصصهم بالشركات الكبرى داخل وخارج مملكة البحرين، كما التحق 26% من الطلبة بسوق العمل وهم على مقاعد الدراسة. وقد أكد سموه على الاهتمام الذي تحظى به الكلية في إطار مشروع تطوير التعليم والتدريب ومبادراته التي تأتي ضمن مسيرة التنمية الشاملة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من سمو ولي العهد. وأعرب سموه بهذه المناسبة عن الشكر لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الكلية والرئيس التنفيذي وكافة منتسبي بوليتكنيك البحرين من الهيئتين الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق الإنجاز والتميز، مباركا للخريجين والخريجات وأولياء أمورهم فرحتهم متمنيا لهم التوفيق لخوض مجالات العمل. بعدها تفضل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بتوزيع الشهادات على الدفعة من الخريجين والبالغ عددهم نحو 160 خريجا وخريجة استكملوا متطلبات تخرجهم في مختلف التخصصات.
نتاج محصول آخر تقطفه جامعة بوليتكنيك البحرين مع مرور 10 أعوام على فتح أبوابها، وتحصد نضجه الكامل بتخريج الفوج الخامس من طلبتها ممن باتوا على أعتاب مرحلة أخرى من مراحل حياتهم العلمية والعملية. فمن بعد إكمال متطلبات تعليمهم الجامعي سينتقل بهم الحال إلى مواجهة تضاريس سوق العمل التي تناسب أجواء تخصصاتهم. هذا الحفل يأتي من هذه الكلية التي كانت إحدى ثمار مشروع تطوير التعليم والتدريب، والذي انبثق منها العديد من المبادرات والبرامج شملت كافة مختلف مراحل التعليم، وبدأنا ولله الحمد نحصد النتائج المثمرة. سوف تستمر وزارة التربية والتعليم بمتابعة كل ما هو جديد في المجال التعليمي حتى نكون دائما عنصر أساسي يسهم في مسيرة التنمية. كادر أكاديمي وإداري متميز حمل أمانة الأجيال في أعناقه، ماضيا في تحسين مستمر لمخرجات العملية التعليمية داخل أقسام كلية البحرين التقنية حتى تواصل النهج الذي سارت عليه منذ إنشائها في المحافظة على التميز. دائما نفخر لما نرى أبنائنا الخريجين قد استكملوا استعداداتهم ودخلوا سوق العمل، والحمد لله نسبة التوظيف في خريجينا اللي وصلت 85% نسبة جدا مشرفة ودليل على جودة مخرجاتنا التعليمية. والشكر طبعا الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، وللطاقم في بوليتكنيك لهم كل الشكر. 112 طالبا وطالبة أنهوا أشواط تعليمهم التي امتدت ل4 سنوات دراسية، ممن استفادوا من البرامج الأكاديمية المتطورة ونوعية الخدمات التعليمية التي توفرها بوليتكنيك البحرين. فرحة التخرج عظيم وقعها، في كل نفس انتظرت وقت مجيئها بفارغ الصبر. تعني محطة بس يعني، وفي طريق طويل قدامنا وما تعني النهاية يعني أبد. وكلها مراحل في حياتنا، من الابتدائي إلى الإعدادي إلى الثانوي إلى الجامعة إلى العمل الحين. فالواحد الإنسان لازم يكون عنده الطموح وما يوقف يعني أبد. أحس أني فخورة من نفسي، وأحس أني تعبت وأنجزت لحد ما وصلت لهذه المرحلة الحمد لله. والله الفرح يعني وايد يعني نحس فيه هاللون، بالذات ان احنا ناطرين، صار لنا تقريبا 6 شهور ناطرين التخرج هاي، فيعني الفعالية وايد حلوة، التخرج وايد حلو كل شيء. طبعا شعور جميل وشعور بالفخر وقمة الفخر ان نتخرج ونكون هني اليوم في هاي المكان، ويعني شعور لا يوصف. هذه اللحظة اللي انطرها من سنين، من اول ما بديت مشواري التعليمي. أول شيء الثانوي الحمد لله الله بلغنا، والحين الجامعة الحمد لله بعد الله بلغنا، وهذه اللحظة تسوى الدنيا عند أمي وأبوي. هاي الشيء أنا عارفه، وهم سعادتهم الحين أكيد شيء ما ينوصف. وفي خلد الأهل لها تأثيرها أيضا، شعور السعادة في رؤية روعة نتاجهم. أحلى مشاعر، أحلى نجاح، أحلى شيء في حياتي نجاح أولادي وبناتي. أساليب تثقيفية تعتمدها بوليتكنيك البحرين أثبتت قدرتها في صقل شخصية طلبتها وتدعيم أفكارهم بالأدوات النظرية والعملية في آن معا. جد واجتهاد ومثابرة جبلت بروح الإقدام على بلوغ أعلى المراتب والتوغل في ثنايا المعرفة التي لا ينفذ يمها. سبيل خير سلكوه بمحض إرادتهم ليقودهم نحو نهاية طريق هي بالأصل عين البداية لوجهة أخرى قد يبلغونها، إذا كان التزود من العلم في قاموسهم هي فكرة دسمة لن يصلوا فيها إلى حد الإشباع. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.